عسل على قلبي هوى زي العسل على قلبي هوى زي العسل. اول حاجه طبعا انا ما كنتش متخيله كميه يعني التورته اللي جات لي النهارده. انا جاتي الحمد لله 12 تورته من فانز بتاعي طبعا حبايبي ربنا يخليكم ليا. ما كنتش متوقعه ان الناس تحبني بره قوي كده. وفانز علي فيصل وفانز عباس كمان ربنا يخليكم ليا. يعني كانت احلى مفاجاه بالنسبه لي واللي كنت بتمناها من السنه اللي فاتت اول ما قدمت على الكاستنج ستار اكاديمي. انا كنت اتمنى بس اقضي عيد ميلادي هنا يعني عشان افرح مع حد بيحبني واشوف رد الفعل ده. فميرسي قوي انتوا حققتوا لي الامنيه دي بجد. ويا رب دايما كده افضل مشرفاكم وتفضلوا فخورين بيا واقدم احسن واحسن. انتوا بجد كمان تستاهلوا كده. قالوا لي 5 امنيات تتمنيها في عيد ميلادك. كانت من الامنيات اللي كان نفسي احققها اول حاجه اتحققت لي النهارده ان انا كنت اقضي عيد ميلادي في ستار اكاديمي. وتاني حاجه ان انا ان شاء الله افضل الفاينل واشرفكم وافضل كده دايما بقدم احسن واحسن. وتالت حاجه ان انا اسعد ماما وبابا قوي واخليهم دايما فخورين بيا واشرف بلدي. نفسي اغني جدا مع صابر الرباعي او مع رامي صبري عشان بحبهم قوي. ومش عارفه يعني حاجات كتير قوي بحبها ونفسي فيها. بس اكتر حاجه نفسي فيها ان انا ان شاء الله اشرف اهلي هنا في ستار اكاديمي واطلع كل الطاقه وكل حاجه نفسي فيها. واكون كمان شرفتكم وقدمت لكم الحاجه اللي انتم تستحقوا عليها. ميرسي بحبكم قوي. عايزه بس اوصل المسج الناس بحبهم قوي بس هم للاسف انا مفيش معاهم تواصل حتى من قبل ما ادخل ستار اكاديمي. الناس دي اخويا هشام وشريف. هما ما كانوش شايفين ان انا اكون موجوده هنا. بس عايزه اقول لكم ان انا يعني نفسي اكون خليتكم فخورين بيا. ولو حتى مش فخورين على الاقل بس كانوا يعني عندكم رضا عني. و يعني بحبكم جدا كده. واتمنى ان انا اسمع صوتكم قريب. أحسن هشام بس أسمع صوتك أوي بجد عشان بحبك. وبس يعني عايزة أدي كمان أدي أكتر. وعندي حاجات كتير أوي لسه ما قدمتهاش في ستار أكاديمي. الحمد لله لحد دلوقتي أنا من أول ما دخلت الأكاديمي وأنا في التوب 5 مرة توب 1 مرة توب 2 مرة توب 3 مرة توب 2 تاني. فده بالنسبة لي شيء عظيم. بس يعني دايما عندي خوف وعندي مسؤولية أكبر كل ما بكون في التوب. إن أنا لازم أقدر على نفس المستوى ولازم أطلع عنه كمان لأن المراحل بتصعب والمنافسة قوية جدا في ستار أكاديمي. يعني احنا ال 14 صوت او 15 صوت موجودين بجد كل مستوياتنا واحده ومفيش اي فرق. زي ما النهارده الاساتذه قالوا لنا يعني دايما مستنيين منكم انتوا تقدموا حاجات جديده. وبس يعني يا رب يخليكم ليا. وانتوا بجد فرحتوني النهارده في عيد ميلادي. ما كنتش متوقعه اني افرح كده. مش متوقعه ان الناس بتحبني قوي كده بره. وافضل دايما كده مشرفاكم ومبسوطه. هو بيحب اغنيه قوي بتاعت هي من يعني مش انا مش حافظاها كويس مش لايقه على صوتي ممكن بس انا بحبها. هو بيحبها اصلا. يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين يا حبيبي يا ترى قريب ولا بعيد ولا حزين ولا سعيد فاكر تنيني ولا قلبك هريني ولا تيرا لا 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 تيرا لا لا تيرا لا تيرا تيرا